إلي إلي يا غرباء يا فقراء يا مرضى كثير القلب والأعضاء، قد أنزلت مائدتي إلي إلي لنطعم كسرة من حكمة الأجيال مغموسة بطيش زماننا الممراح، نكسر ثم نشكر قلبنا الهادي ليرسينا على شط اليقين، فقد أضل العقل مسرانا إلي إلي. أنا طوفت في الأوراق سواحا شبه قلمي حصاني، بعد أن حملت بي الأوهام والغفلة سنين طوال في بطن اللجاج وظلمة المنطق، وكنت إذا أجن الليل واستخفى الشديون وحن الصدر المرفق للمرفق وداعبت الخيالات الخليلين، ألوذ بركني العاري بجنب فتيلي المرهق وأبعد من قبورهم عظاما نخرة ورؤوس لتجلس فوق مائدتي تبث حديثها الصياح والمهموس، وإن ملت وطال الصمت لا تسعى بها أقدام، وإن نثرت سهام الفجر تستخفي كما الأوهام، وقالت لي بأن النهر ليس النهر والإنسان لا الإنسان، وأن حفيف هذا النجم موسيقى، وأن حقيقة الدنيا توت في كهف، وأن حقيقة الدنيا هي الفلسين فوق الكهف، وأن الله قد خلق الأنام ونام، وأن الله في مفتاح باب البيت، ولا تسأل غريقا كب في بحر على وجهه لينفخ بطنه عشبا وأصدافا وأمواها. كذلك كنت، وذات صباح رأيت حقيقة الدنيا، سمعت النجم والأمواه والأزهار موسيقى، رأيت الله في قلبي لأني حينما استيقظت ذات صباح رميت الكتب للنيران، ثم فتحت شباكي وفي نفس الضحى الفواح خرجت لأنظر الماشين في الطرقات والساعين للأرزاق، وفي ظل الحدائق أبصرت عيناي أسرابا من العشاق، وفي لحظة شعرت بجسمي المحموم ينبض مثل قلب الشمس، شعرت بأنني امتلأت شعابه، شعاب القلب بالحكمة، شعرت بأنني أصبحت قديسة وأن رسالتي هي أن أقدسك.